هذه التنقية مقدمة من سالم حسين الدوشي أبو فهد إلى محمد حسن آل مثقافي وعيسى محمد حسن ويجي معان محمد حسن. قال أبو في عنيد ما يبالي أخدم أصحابي لأجل يرتاح بالي فالحبيقة والشعور لأجل سالم أبو فهد حلق خيالي في سماع الشعر يندي كل غالي ولهبتنا حضور هات لي يا طيف طيفة وقطف القلي قطيفة تنقي يا تصل الصقور تصل محمد حسن سمع باسم أهل مدوشة أصحاب المعالي يشهد التاريخ هم خير الرجال ما بهم شخص يبر يرسلون التنقية للقبال تنقيتهم نورها مثل الهلال للطحاط عن نمر الثقافي مثل سيف يحمل الحد الرهيب سمعته عبر العصور على بياض الوجه ما شفنا رايات البيضة ترفرف العلال الاهل في فتر تفع فوق الجبال وعالم عالم تدور ينفق ويتجمل وقت البوال هم رجال الحرب ساعة النجال عاشوا حامنا الثغور والكرم والجود في فمان الاقل وصيف ضيفهم يبقى شهور ما يلاقي غير مرحب والجمال مالي تستحب كل مدح بابيات انجزالي خالقهم فيكم فخور عيش لي محجم ولي جمعان آلي ما مثلكم في جنوبنا وشمالي كفو ما فيكم قصور مع قريبنا وحفيفة من مدحكم ما يزيف ولكم هبة حضور من بدا منكم هزم جيش لحال قال ابو في عنيد ما يبالي اخدم اصحابي لاجل يرتاح بالي فالحبيقة والشعور لاجل سالم بو فهد حلق خيالي في سماع الشعر يندي كل غالي ولهبتنا حضور هات لي يا طيف طيفة وقطف القلي قطيفة تنقي يا تصل الصقور تصل محمد حسن ثم عياله باسم اهل مدوشة اصحاب المعالي يشهد التاريخ هم خير الرجال ما بهم شخص يبر يرسلون التنقية للقبال تنقيتهم نورها مثل الهلال للطحاط عن نمر الثقافي مثل سيف يحمل الحد الرهيب سمعته عبر العصور على بياض الوجه ما شفنا مثال رايات البيضة ترفرف العلال الاهل في فتر تفع فوق الجبال وعالم عالم تدور ينفق ويتجمل وقت البوال هم رجال الحرب ساعة النزال عاشوا حامنا الثغور والكرم والجود في فمان الاقل وصيف ضيفهم يبقى شهور ما يلاقي غير مرحب والجمال عيش مع جمعان انتم راس مالي تستحق كل مدح بابيات انجزالي خالقهم فيكم فخور عيش لي محجم ولي جمعان آلي ما مثلكم في جنوبنا وشمالي كفو ما فيكم قصور مع قريبنا وحفيفة من مدحكم ما يزيف ولكم